انتهيت من واحد المسلسل إخراج أمين منى الحفا، ودابا في واحد المسلسل ثاني. وآخر المشاركة ديالي كانت في سلسلة هندية، ذا فري لانسر، اللي تصورت هنا في المغرب ما بين طنجة وبن سليمان ومراكش وأكادير. راهم حاليا في لا سومين الأخيرة في مراكش، وتن بريباري اللو ميتراج اللي غيكون إن شاء الله البريباراسيون ديالو في جونفي ان شاء الله يبدا التصوير ديالو. هو نقول لك واحد الحاجه، انا فاش نقول لك بان نهضر عليه ب ب ب لا زاويه المعالجه، هو تيهضر على واحد الرود موفي اللي تيمشي من طنجه حتى الجنوب. دونك سي ان فيلم اللي ما تيتصورش في مدينه واحده، ولكن تيتصور مجموعه ديال المدن اللي غينتقل بها في واحد اون بورسويت اللي تتكون. هذا هو اللي بغيت نعطيكم. تاثر بالسينما الهنديه، علاش الهنود ما يتاثروش؟ مجموعه ديال المشاهير ديالهم هويه، ولكن لا 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 ماشي لا لا لا، خاص الواحد يكون تيتاثر اولا بالتراث ديالو وبشنو تيعطي المغرب اكثر، ويمكن يقدموا يوصلوا للعالميه ولكن بلمسه مغربيه وبثقافه مغربيه. وعندنا دي زيستوار اللي اومان اللي يمكن لنا نهضروا عليهم في السينما اللي وصلوا للعالميه. لك تي غتوصل الروح الانسان، راه غتوصل الروح الانسان فين ما كان في العالم. اكيد سعيد بالدراما، ماشي هو سعيد ديالكم من طبيعه الحال. ولك لا لا ماشي، انا ممثل اجسد الادوار. لا عجبني واحد الدور تنكون اتفانى في تجسيد دوري، كان كوميديا او دراميا. هذا هو العمل ديالي، وهذا هو لا باسيون ديالي. طبيعة الحال حضور اليوم، يعني حضور اليوم لهذا الابتلاء، لان العرض ديالنا اول مره كنشوف فيلم ديال الخليج بالدارجه، يعني الخليج. هذا هو اللي زوين، ان فاش نهضروا على افلام الرعب ديما تتجينا في بالنا الافلام الامريكيه. دابا غنتفرجوا فحتينا غنكتشف بحالكم الفيلم في لافون بروميير ديالو اللي كاينه هنا، غنكتشفوا فيلم رعب مغربي. تنتمنى بانه يكون في المستوى باش نخلقوا واحد نوع جديد من السينما ديالنا اللي سيرمون غتعجب واحد العدد كبير ديال الجمهور المغربي. كتشوف شنو متقزين بحجم الفيلم، يعني العرض ديالو هنايا ما بقاش على، يعني صاله كبيره كتشوف مجموعه الفيلم. ماشي لاصال اللي تيقزموا ولا تيكبروا، الفيلم هو اللي كبير ولا اللي صغير بالمحتوى ديالو، بالعمل ديالو، بالممثلين اللي فيه، بالكاستينغ اللي فيه. كنشوف يعني عروض هزيله، يعني كتكون يعني كدوز انا ما يمكنليش نهضر في هذا الشيء، انا تنهضر على قيمه الفيلم. هو الفيلم بحد ذاته اولا في السيناريو ديالو، في لو كاستينغ اللي كاين، في لا فيزيون ديال لو رياليزاتور شنو اللي غيعطينا. اي سي تو، يتعرض فين ما تعرض، راه تشوفوا حتى في اون سال عندك، لا كانت عندك اون سال دو سينما في الدار عندك، راه غيعجبك، ما غاديش تقزم ذاك الفيلم لانك تتفرج فيه بوحدك. دونك ما تنظنش واش اون سال هي اللي غتعطي القيمه للفيلم ولا غتقزمه ولا غتعطيه قيمه. الفيلم شفت انا لا بوندونس ديالو، تنعرف المخرج، تنسمع عليه، عرفت بان الفيلم غيكون في المستوى. هذا هو اللي مطلوب وصافي، تنتمنى له النجاح، لاننا محتاجين بان اي فيلم مغربي دار خاصو ينجح. هذا لصالح السينما المغربي ولصالح الجمهور المغربي. مزيان تكون بدايه، مش بدايه. تنتمنى حنا باقي ما عارفينش، يلاه البدايه هي هذه لافون بروميير الاولى اللي كاينه. تنتمنى بانها تكون بدايه لافلام اخرين اللي يكونوا في نفس لو تيم، ولكن بمعالجه اخراجيه اخرى.